الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم مع طريقة رش الـ NBK. الـ NBK ده حبيبات. هنا العناصر اللي موجودة أهمها نيتروجين، فوسفور، بوتاسيوم، وفي حديد ومنجنيز وزنك ونحاس. يعني ما شاء الله في مجموعة عناصر. فاليوم هنعرف طريقة الرش، الكمية اللي هتتحط على الرشاشة وطريقة رشها هتكون ازاي. اول حاجة هنجيب كوباية وفيها شوية مية، وبعدين ناخد معلقتين صغيرين، احنا في مصر بنسميها معلقة شاي. هنا مش معلقة شاي بالظبط، بس يعني بما يعادل معلقتين شاي. هيحط معلقتين من الـ NBK. ممكن نلاقي لونه أخضر وممكن نلاقي لونه أزرق، يعني متفرقش في اللون حسب الشركة اللي بتصنعه. وبعدين يدوب حضراتكم كويس قوي. هو بعد ما هيدوبه هيوقف شوية، فأنا بقوله لا لسه فيه تاني، محتاج يدوب تاني، فهيدوب تاني كويس. مهمة. نتأكد ان هو داب. وبعد كده هنحطه في رشاشة 20 لتر. ايه حضراتكم، مسألة مهمة، لما نيجي نملى الرشاشة لازم نحط البلاستيكة اللي فوق دي اللي كأن فيها مصفى، علشان اي شوائب ما تدخلش وتسد الرشاشة. واحنا بنرش الـ NBK لازم النجيلة تكون يعني واخدة مية قبلها بيوم، ما تكونش يعني ناشفة. هنا هيستخدمه في النجيلة بس، انما هو ليه استخدام في النجيلة، يستخدم على النجيلة ويستخدم على الاوراق بتاعت الاشجار. بعد ما حط الكوباية اللي دوب فيها الـ NBK هنا بيرج الرشاشة عشان كله يختلط ببعضه، المية تختلط بالسماد. بعد كده بقى حضراتكم هيرش، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده ما يفوتش. الرش هنا يعني اللي بيرش نفسه لازم يكون عنده اتقان، ما يفوتش حتت. يعني انا من كام يوم كان واحد بيرش سماد نطرات، وبعدين اماكن واخده نطرات واماكن مش واخده، فاللي خدت نطرات اغدرت واللي مش واخده شكلها زي ما هي في النجيله. فمهم جدا اللي بيرش، سواء بيرش سماد، بيرش دواء، بيرش يعني بيحط نطرات، لازم يكون عنده اتقان. زي ما حضراتكم شفتم كده الطريقه الحمد لله سهله. نتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم. ان كان عجبكم الفيديو يا ريت نعمل اشتراك لو مش مشتركين، ويا ريت نشير الفيديو، ويا ريت نعمل اعجاب، وان شاء الله تستنونا فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.